مدحنو كحنكي هوري دلك الصومالي هان جري وسيركي قاشان لقي دولدي محمد سياد بري جرانا علي سماتر ايا شاقين انو اسكد دفاعي كرين وان سيوا دي كرين دعوة دلو هايستو انو كدن بي حسوقي كدع عاي صومالينا السند كيكون يساقال بغول يسيدي دمات كي وراكا كي مانا يا دلك مريكان كو سيحو قان اصوا بحايا وحي شاقيان ان تضبعات كان دبيا قد يسي جرانا علي سماتر ومحكبات دكاق ارتاي إنو قليد دنبي كاسي أو شاقين أنو سيوا ذكرين إسك الدفاعي دا إسك الدفاعي يحسو قاسي الله إستو وربعين تادل كمريكن كو ورالكا يسوحي غنيا يعني وحي سيدو كل شاقي يعني إن جرال علي سمطر أو تلمامي إن وقت كان حاضر كايسوغو كو سيديا تنشرع أنو سيوا ذكرين أنو كدوضو إن دنبي كاسو كدن بي وعنو شاقين مامول كي سري محمد سياد بري يمسولين كم بدهاين بي كدن بي دنبي كاسي qoraalada badan oo sharci iyo qaan ku sugan dalka Mareykanka ay soo saareen oo lagu baahiyay bar internetka oo ku yaala dalka Mareykanka oo nuqul kamid soo gaaray on cable tv ayaa waxa ciwaan lagu dhigay in masuul sare oo ka tirsanaan jiray dawladda Soomaaliya uu qirtay inuu dambiga xasuuq u geystay boqolal qof oo lagu dilay waxaa filayaa go'aanka ka soo bixi doona maxkamadda ku taala dalka Mareykanka ee lagu qaadi doono dacwada Cali Samatar. On Cable TV waxuu sidoo kale isku dayay inuu wax ka weydiiyo xubnaha ku soo eedeeyay Cali Samatar inuu ka dambeeyay xasuuqaasi walow aanay noo suurtoobin inaanu la xidhiidhno